مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم اسما من الأسماء النادرة والقليلة الانتشار، ومع أنه اسم جميل وراقي ومن الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، إلا أنه لا يحظى بالكثير من الاهتمام. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم استبرق. استبرق اسم علم مؤنث من أصل عربي قرآني، والهمزة فيه واجبة اللفظ والرسم، مقطوعة لا موصولة، وقد استعملوه اسما مؤنثا، معناه الغليظ من الثياب الذي سداه ولحمته من الحرير البراق أو الحرير السميك المنسوج بخيوط الذهب. وقيل أنه فارسي الأصل، أصله استبرق بمعنى الغليظ والتخين. وقد ورد في القرآن الكريم 4 مرات، منها قوله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، سورة الكهف، من الآية 31. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة متواضعة غالبا رغم طموحاتها العالية، تجذب من حولها بسرعة لأنها ملفتة للأنظار، معطاءة وتتعامل مع من حولها بكل طيبة نفس، تحب السفر والتنقل والخرجات مع الأصدقاء، عنيدة وتتمسك بمواقفها بدرجات كبيرة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم استبرق؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.